Hello and welcome everyone. My name is Miss Fida. واليوم رح أعمل لكم تيتوريال صغير عن كيف نستعمل Microsoft Teams وشو هو Microsoft Teams. Microsoft Teams هو communication platform. فينا نجتمع فيه الأساتذة و students together منشان نعمل sharing files and folders. فينا نعمل sharing applications وكمان فينا نعمل video meeting فيها وفينا نعمل فيها chat. تعمل launching أو تعمل access على Microsoft Teams لازم أول شيء فوت على mail.rschool.com وحط اليوزر نيم والباسورد تبعوني. خلينا نشوف سوا. أوكي، مثل ما أنتم شايفين مجرد ما طبعت mail.rschool.com وحطيت اليوزر نيم والباسورد تبعوني رح يشوف هيدا ومايكروسوفت تيمز موجود هون. لازم أعمل عليه كليك على access عليه. اوكي، مجرد ما عملت لوج ان رح يطلع عندي هيدا الويندو تبع التيمز ويندو، وهون بدل كلمة ابس حشوف كلمة مكتوب كلمة مكتوب عليها جيت اب. جيت اب بس عليها رح يعمل داونلود للديسكتوب فيرجن تبعيتي. مجرد ما عملت عليها داونلود رح بلش بعمل جوين اور كرييت تيم. يمكن لاقي هيدي الكلمة هون، يمكن لاقيها تحت حسب الكمبيوتر تبعي. سو ليتس كليك اون جوين اند كرييت ونشوف شو فينا نعمل فيه. Okay, next رح ارجع افقس again to confirm I'm going to create a team. ممكن يصير عندي هيدي الويندو وممكن دغري تيجي على create team. اذا اجت عندي هيدي الويندو ناقي staff. Okay. And then اذا انا بدي اعمل joining لتيم already موجود رح يبعثوا لي كود، واذا لا رح افقس على create team again. هلا هون حيطلب مني انه انا فوت له ديسكريبشن، يعني شو هو اسم التيم يلي بدي اياه، شو بدي اسميه مثلا let's say training team maybe، والديسكريبشن شو بدي اعمل في هيدا التيم. وكمان هون بدي احدد البرايفسي تبعي، هل بدي الكل يشوفوا هيدا التيم او كشي بحطوا الانفورميشن او بدي بس للممبرز الموجودين. اوكي، بس تحط كل الانفورميشن بدي اياها رح افوز next. بس افقس next رح يطلع عندي add people to the training team. انا هون بدي احدد مين بدي يزيد، يعني students او يمكن يكونوا teachers. Let's say I'm gonna add my friends now. من بيناتهم احمد. اوكي، دغري رح يطلع الليست عندي. اوكي، I can click. بفقس على كلمة add. وحزيد كمان شخص تاني، let's say عبد. اوكي. وبزيد كل الستودنتس اللي بدي اياهم. بس تخلص رح افقس كلمة كلوز، بكون خلصت وجهزت كل الكلاس اللي بدي اياهم والتلاميذ اللي بدي اعمل جوينينج او التيتشرز اللي بدهم يعملوا جوين. هيدا الشيء اللي حيرجعني على المين بيج، حيطلع عندي اسم التيم اللي انا عملت له كرييشن هون. حدو رح شوف في 3 بوينتس. بهدول ال 3 بوينتس اذا فقست عليهم رح يقول لي انه شو بدك تعملي بهيدا التيم. هل بدك تعملي له مانج، يعني بدي زيد اشخاص ونقص اشخاص، او بدي ازيد تشانل رح انشل اعمل بانل ليتر اون. تشانل كاني عم اقسم الفولدر تبعي انتو فايلز انتو لسنز انتو جروبس. ليتس سي اذا فقست على اد ممبر رح تفوت لعندي لهون. اوكي، وهون فيني ازيد الممبرز اللي بدي اياهم. ليتس سي ام غانا اد سانا فور اكزامبل اند ذن اي كان كلوز. هلا كمان فيني اشيل ممبرز او فيني الغيهم كليا الجروب، يعني so I can come back here again على training members وفيني زيد او leave the team، يعني فيني cancel the team كلياته سوا، او فيني زيد ال channel. شو بيعمل ال add channel؟ اذا فقست على ال add channel هون رح تطلب مني details انه حط ال channel name او description شو هو ال channel اللي هذا انا عم بستعمله. حافقس كلمة add. أنا حطيت details وحافقس كلمة add now. أوكي، سو مثل ما هنشوف هلأ صار في عندي folder بقلب training team اسمه tutorials، وهوني فيني بلش أعمل chat مع التلاميذ لأنه نحن عملنا هيدا الجروب أو هيدا التيم مشان نعمل معهم communication. كيف فيني أعمل معهم communication؟ بتطلع تحت هوني please، هون في عندي كلمة format فيني ابعت لهم text،
فيني اعمل attaching لفايلز، فيني اعمل لهم ايموجيز، فيني حتى احط لهم مور ستيكرز، وفيني اعمل فيديو كولز معهم. رح نشوف كل وحده منهم in separate. اوكي، فاحكي مع اي حدا من الممبرز الموجودين. let's say عندي 20 تلميذ، بدي احكي مع اي حدا، لازم افقص على الاتي اللي بحط shift to 2 وبنقي الشخص اللي انا بدي احكي معه وبقول له hello مثلا، how are you, do you have a question, let's say، وحط enter. طبعا هيدا المسج اللي انا عم ببعته هلا الكل رح يشوفه. ولح يبين عندي بهالطريقة انه انا عم بحكي مع احمد واسألته هيدا السؤال. اوكي، تاني فيتشر هي الاتاتش فايل. مثل ما كون شايفين، مجرد ما فقست على الاتاتش فيني اعمل شيرينج مع كل الكلاس فايلات موجودة عندي بالوان درايف، او فيني اعمل براوز للتيمز تشانلز بقيين، او فيني اعمل ابلود اني فايل فروم ماي كمبيوتر. وهون فيني زيد ايموجيز، فيني اعمل ستيكرز. اوكي، وكمان فيني اعمل ميت ويز فيديو كول. اوكي، سو مجرد ما نحن فقسنا على الميت، على الميت ناو، اكيد ما رح تبلش الفيديو كونفرنس هلا، بس رح تعطيني بريفيو مشان انا اشوف زبط حالي، زبط وضعي، زبط اللايتنينج، زبط السيتنج اوردر تبعيتي قبل ما بلش اعمل ميتنج. هلا كمان هون تحت حتقلي انه انا تعطيني اوبشن اذا انا بدي اضوي الكاميرا ولا اطفيها، او كمان بدي اعمل سكيدول ا ميتنج، يعني بدي اعمل ميتنج معهم ليتر اون. السكيدول ا ميتنج يا بقى ما فيني احدد الوقت اللي بدي اياه من هون، او كمان فينا نروح على الكالندر بس رح نحكي فيها بعد شوي. اوكي، صار رح نسكر الويندو هلا، رايت، ورح ننتقل نجي لهون. هلا اسا في بعد شغله صغيره بدي افسرها هون، اللي هي على قصه التشات. هلا انا حكيت مع احمد رايت، وليتس سي احمد رد علي وانا حبيت اعمل له ريبلاي. اذا انا رديت عليه هون لاحمد، طبعا ليتس سي اوكي ثانك يو، ليتس سي بعت له ريبلاي، كل التلاميذ الموجودين بهيدا الصف رح يشوفوا الريبلاي ورح يشوفوا هيدا المسج. ليتس سي انا بدي ابعث له شيء برايفت لاحمد وما بدي بقيه التلاميذ يشوفوه، هون بيجي شغل الشات تاب. اوكي، سو انا فتت على الشات هوني، وهون هيدا الشات انا حتى في شخص او شخصين. ليتس سي انا كنت حتى اوريدي احمد في هوني، وهوني كل الكونفرزيشن اللي انا حكي فيه مع احمد رح يكون برايفت بيني وبينه. اذا انا حبيت زيد اشخاص كمان لهيدا الكونفرزيشن لنصير ثلاثة او اربعة، فيني افقس على view and add more participants، وفيني بنفس الوقت افتح معهم فيديو كول او اوديو كول، وحتى فيني اعمل شير للسكرين تبعيتي مع رفقاتي اللي هن احمد وعبد هون. هلا ليتس سي انا عملت شيرينج معهم الفايل، وفي هيدا الفايل على الباوربوينت بدي اشتغل انا وياهم معهم فيه. اذا فقست على الفايل شوفوا ما احلاه هون، رح ياخذني تيمز اوكي على الباوربوينت برزنتيشن، ورح يسمح لرفقاتي يعملوا اديتنج ويعدلوا معي هون، وكل واحد حيكون انا معي ليتس سي جويند على هيدا الباوربوينت رح يبين اسمه هون. سو هيك حعرف انه انا احمد معي هون، عبد معي هون، عم يساعدوني، وفينا نعمل شيرينج لهيدا الفايل ونعدل عليه كلياتنا سوا بنفس الوقت. بس تخلص عدل عليه واعمل اللي بدي اياه رح افقس على كلمة كلوز. اوكي، والشي الحلو هون انه انا فيني افقس على كلمة فايلز ورح شوف كل الفايلز اللي عملت لهم شيرينج انا واحمد وعبد. سو فيني يصير عندي كتير ايزي اكسس عليهم، وشي كتير حلو بوضح كل الاكتيفيتيز اللي عملناهم during this chat. هلا كمان اخر شيء بدنا نفسره هون هي الكالندر، وهون بالكالندر بنعمل سكيدول ميتنج، يعني انا بحدد امتن انا بدي اعمل ميتنج. رح افقس على نيو ميتنج هون اوكي، وبتقلي بتسالني اسئله هون، شو اسم الميتنج تبعيتي ليتس سي، شو هو الوقت اللي انا بدي اياه، وعن شو هو الميتنج. سو فيني احط كل التفاصيل اللي بدي اياها هون وافقس على كلمه سيف.
اوكي، سو بعد ما اعبي الديتيلز تبعوني واعمل ادنج للبيبل اللي بدي اياهم واحدد الوقت اللي بدي اياهم واقول على اي شانل انا عم بعطي هذا الشيء، اوكي، وبحط ديسكريبشن صغير، فيني فوت على سكيدول اسيستنت. هلا سكيدولينج اسيستنت بيقول لي انه اذا هذا الشخص فري بهالوقت ولا لا، سو هذا الشيء بورجيني وين انا بدي اعمل الميتنج واذا كان هذا الشخص عنده ميتنج تاني او لا. هلا مجرد ما فقست سند رح يجي نوتيفيكيشن، ايميل نوتيفيكيشن لهالشخص انه يو ار انفايتد تو جوين ذس ميتنج. اوكي، بس تخلص رح يبين عندي بهيدي الطريقه. اوكي، هلا انا فيني اعمل ميت ناو. اذا فقست على ميت ناو، اوكي، رح يعمل فيديو كونفرنس معي ورح يجي لعندي هيدا التول، حبتقول انه ار يو ميتنج ناو. سو انسايد هوني فيني حدد اذا بدي الكاميرا، فيني اعمل بليرنج للباك جراوند، فيني اعمل جوين ناو. اوكي، اذا عملت جوين ناو رح تقول لي انه انت يور ذا اونلي وان هير، اوكي، دو يو وانت تو انفايت مور بيبل تو جوين اور نوت. اذا حركت الماوس شوي صغيره رح يبين عندي انه هذا الديوريشن تبع الميتنج وانه الكاميرا از تيرند اوف، يو كان تيرن ات اون، ماي مايك از اون، واذا بدي اعمل شيرنج للسكرين. إذا فقست على هيدي التول اللي هي شير سكرين رح شوف إنه كل شيء أنا عندي ويندوز أو أبليكيشنز مفتوحين رح يبينوا عندي هون، وأنا فيني أعمل شيرنج لسكرين مع أي وحدة منهم. سو فيني أفقس على let's say PowerPoint، فيني أفقس على الديسكتوب تبعيتي، فيني أفقس على الويندوز، anything I want. بس تعمل هانج أب، أوكي، حيرجع على هيدا سكرين على الأوريجينال سكرين. هلا في شغلة صغيرة بس هون بدي اورجيكم اياها ونكون خلصنا. عنا هون الاكتيفيتيز تاب. الاكتيفيتي تاب كتير مهمة، بتورجيني انا اي شيء. ليتس سي انا نسيت انه انا عملت ميتنج مع رفيقتي، نسيت انه انا عملت مسجز او اعطيتهم هوم ورك او اساينمنت للتلاميذ، كل شيء انا بعمله هون ببين على الاكتيفيتيز تاب. هلا كمان في شغلة حلوة هون بالماي اكتيفيتي، هو انه انا فيني بري مع حيلا كلمة او حيلا كوماند انا صار معي كونفرزيشن مع تلاميذ او اي شيء. ليتس سي انا حكيت مع تلاميذ على كلمة انه بدي اعمل لهم تيست وما عاد متذكرة مع مين حكيت ومين طلب تيست او something like this. سو فيني اجي لهون واكتب كلمة تيست وحط انتر. مجرد ما اعمل انتر رح يطلع عندي انه تيست ام وين حكيت تيست مع مين وامتين، رح يطلع عندي سيرش ريزلتس هوني. هيدا الشيء كتير حلو وحلو وبيساعدنا كتير. هلا حنرجع على التيمز، على التيمز تاب، بس مشان اعملكم اكسبلانيشن على one more thing. انا بتتذكر قلت لكم باول الفيديو انه كمان التيمز بيعمل شيرنج للابس. طيب منين نعمل شيرنج للابس؟ هون اتفقنا انه هون البوست هو كل شيء انا حكيته مع رفقاتي او مع ستودنتس. الفايلز هن كل الفايلات والفولدرات اللي انا عملت لهم شيرنج مع التيمز. وهوني على كلمة بلس والنوتس كمان إذا أنا عندي نوتس. هلا هوني على بلس ساين إذا فقست عليها، أوكي، رح يجي عندي add a tab. شو يعني add a tab؟ يعني add any application أو أنا بحب أعمل sharing فيها مع التلاميذ. Let's say يمكن يكون document، يمكن يكون Microsoft Excel، a form، a website. Let's try website. هلا بالويب سايت هوني رح تقول لي إنه شو هي ال URL اللي أنا بدي أعمل لها sharing. Let's say I'm gonna paste one here. Okay, I'm trying this. Hit save. خلينا نشوف شو اللي حيصير. حتيجي عندي تاب جديدة اسمها website، وبالويب سايت رح يطلع ال URL اللي أنا عملت له sharing اللي هو أنا عن الكورونا فيروس، طالما هو very popular topic هالأيام. Okay، وهيك بكون اتعرفنا على معظم الأشياء الموجودة بالتيمز، وطبعا في إسا فيتشرز أكتر وأكتر اللي فيكم تفوتوا أنتوا وتشوفوا وتعملوا إكسبرمنت فيهم. بس في واحدة شغلة أخيرة بدي أفسركم إياها، هي هون على البرايفسي وعلى النوتيفيكيشن. إذا فقست هون على البيكتشر، هون على البروفايل بيكتشر اللي عندي، رح شوف إنه كل الديتيلز تبعوني موجودين جوا. إذا فقست على كلمة سيتينجز هون رح يطلع عندي كذا تاب، مثل ما عنا على الفيسبوك وعنا other things، شو بدنا نعمل notification، شو بدي أعمل بالprivacy، كيف بدي general، how I want it to look، etc.
هلا اذا جيت على البرايفسي هون، هون انا طبعا نحن بدلنا مضويه هي على دو نوت ديسترب، مشان مش كل ما حدا حط نوت او حط مسج او تلميذ حكي معنا يجي عنا نوتيفيكيشن. بس يمكن احنا احيانا بدي الكوردينيتر تبعيتي كل ما تبعت لي مسج يبين عندي نوتيفيكيشن. هون بيجي على المانج برايورتي ليست، اوكي، وبحدد مين هو الشخص اللي انا بدي اياه اعمل اكسكلوجن او I want to accept him from this role. So you can have a look around وتشوفوا شو بتحبوا انتو تعملوا بالبرايفسي تبعيتكم. ان شاء الله ما كنت طولت عليكم الفيديو كتير، حاولت قد ما فيني the most important features الموجودة بمايكروسوفت تيم. Please do not hesitate to ask any question. We are here to help you. Thanks for watching.